تفتح شركة القاصد فرعاً جديداً لها في بغداد. حفل أقامته الشركة لإطلاق معرضها الجديد، ودشنته بسيارات أمجي البريطانية العريقة بعد أن حصلت على وكالتها مؤخراً. وشكلت الشركة رقماً مهماً في سوق العراق للسيارات بامتلاكها الوكالات الرئيسية لماركات هيونداي الكورية وفورد الأمريكية. وبحسب مالك الشركة موفق السامرائي، فإنهم يطرحون الفئات الجديدة من السيارات وفقاً للمتانة والمواصفات التكنولوجية العالية بهدف جعلها مناسبة للطبقة المتوسطة، حيث يمكن للمواطن الحصول على رفاهية عالية بأسعار مخفضة. لدينا السيارات الكهربائية اللي هو العالم يعني قادم على استخدام السيارات الكهربائية والتقليل من استخدامات الوقود. السيارة تمتاز بالشكل الجميل، الأسعار المنافسة أقل من الأسعار مثيلاتها الكورية بكثير، المواصفات العالية، الأداء، الخدمة الجيدة اللي تقدمها للزبون وللمستهلك العراقي. وتعد شركة القاصد إحدى لبنات القطاع الخاص الذي سيشكل حافزاً للسوق العراقية والمستهلكين على الاستثمار، فضلاً عن تعزيز المنافسة والابتكار.